كابتن اشرف توفيق المدير الفني للسله تصريح واضح جدا، نعتذر للجماهير ودوري السوبر هدفنا. زي لسه كنت بقول دوري السوبر هدفنا، هدفنا كلنا، هدفنا ان احنا ندعم الفرقه، لكن هذا التصريح بالظبط من كابتن اشرف توفيق، اعتذر لجماهير الاهلي بسبب اننا خسرنا دوري المرتبط، كله حاسس، وقال ان الفرقه قفلت الصفحه دي وهيبقى كل تركيزنا في الفتره اللي جايه على بطوله دوري السوبر. كابتن اشرف شدد على ان الفرقه كلها بتقدم الاعتذار للجماهير، لان الجمهور بتاع النادي الاهلي هو حياه النادي الاهلي بعد عدم توفيقها في ماتش الجزيره في قبل النهائي، ولكن اكد برضو ان الفرقه كلها هتشتغل في المرحله اللي جايه على اسعاد الجماهير والفوز بالبطولات. وكمان قال ان الفرقه استوعبت الدرس كويس قوي. فعلا في الرياضه لما خسرنا قبل كده، انا خسرت في مباراه ما كناش ننفع نخسرها، وكنا فرقه قويه جدا، لكن بنستوعب الدرس. مفيش فرقه في العالم بتكسب على طول، مفيش فرقه بتخسر على طول، لكن فرقه النادي الاهلي لو خسرت مره بعد كده بتلاقي في انفجار بيحصل في اللاعبين وبيحصل حاجه مختلفه. وانا متاكد ان فريق الباسكت قادر ان شاء الله ان هو يعدي المرحله دي، اكيد زي ما كابتن اشرف كلنا هنقول ان قفلنا الصفحه وهنفتح صفحه دوري السوبر، لان دوري السوبر تاني هو الاقوى في مصر. ان شاء الله كل امنياتنا طيبه لرجاله السله ان شاء الله في المرحله اللي جايه، ان هم يكونوا عند قد المسؤوليه، وكل الجماهير ان شاء الله كل الدعم من كل الجماهير ورا فريق السله، لاننا في الاخر بنفرح ان النادي الاهلي كسب بطولات.